أصدقائي العرب طبعا لأن يعني في الفيلم أفلامي دلوقتي كلها عربية الفيلم ده قررت إن أنا أعمله دلوقتي مش عاوز يبقى طويل عايز يبقى بالكتير قوي ربع ساعة عشرين دقيقة بالكتير قوي يعني عشان أخرج بس شوية من صراعاتي بسبب أغنية سمير صبري المحامي اللي أنا دلوقتي عمال أنشرها وصلت تقريبا لأكتر من خمسين ألف وصول وحوالي دخل على تلاتين ألف مشاهدة. غير اماكن تانية كتير فبتجيب لي صراعات وبتحط شوية بريشر عليا لان لازم ارد على كل حاجة ف من هنا أروح هنا وأودي واحد شاري هنا فبتتعب الأعصاب شوية فأحسن حاجة إن أنا أريح إن أنا أعمل حاجة فنية فيها مفيهاش بقى شتايم وألفاظ وسخة والكلام ده لأن أنا ممكن اتكلم باي طريقة ممكن اتكلم بطريقة وسخة وممكن اتكلم بطريقة علمية ممكن اتكلم بطريقة محترمة فالحمد لله في اي لون من ده ممكن اتكلم في الفيلم ده كل كلامي ده هيبقى فيلم تعليمي عن السوفت وير اللي انا بقالي دلوقتي حوالي اسبوع عشر ايام بتعلمها اسمها سيليستيا سوفت وير جميلة جدا برنامج يعني ممكن تستخدمه بطريقتين الطريقه الاولى ان انت تست... مجرد تستخدمه لازم تعرف ازاي تعمل ايه هنا وهنا وهنا زي كانك بالظبط كمبيوتر جيم كانه لعبه بتعرف تلعبها دي الطريقه الاولانيه الطريقه الثانيه ان انت تكتب برنامج بنفسك وايه البرنامج ده هو اللي يتحكم في ال... في ال... في ال... في سيليستيا وكانك فيلم بتتفرج عليه من غير ما تعمل اي حاجه دول طريقتين مختلفتين تماما انا الطريقه الثانيه طبعا انك تكتب برنامج بنفسك دي في كوماندز كتيره لازم اتعلمها وعمال اتعلمها وسهله العمليه مش صعبه بالنسبه لي لان انا مبرمج وهم قايلين كده لو انت مبرمج في حاجه تانية اصعب دي هتبقى سهله عليك بس مجرد ان انا لازم ألم بكل الكوماندز اللي هي اعمل كذا بدا وده يعمل كذا ولازم استخدمه بالطريقه دي ولو كتبته كده يبقى غلط حاجات كتيره جدا طبعا فده لسه بتعلمه لكن انا ركزت دلوقتي حاليا ان انا اتعلم استخدم البرنامج بايدي ده مهم جدا قبل ما اتعلم الجزء التاني بتاع البرمجه لان كل البرمجه ان انا هعمل الحاجات اللي هعملها بايدي فان انا افهمها الاول بايدي والبرمجه بعد كده بدل ما اعملها بايدي ان انا اعملها ببرنامج اوكي ف برضو نقطة مهمة جدا من دخولي في الموضوع ده إن أنا أصلا غاوي الفضاء من صغري واللي يشوف يعني اللي يشوف مقالاتي ويشوف أفلامي كلمتك أنا في الموضوع ده كتير قوي وأنا بحسب كل حسابات الشهور القمرية ومقدمة كتابي التقويم الكامري تقويم السماء قلت فيها إن أنا من صغري من أيام زمان في السبعينات لما كان في حلقات وليد وراندا في الفضاء و وان انا غاوي الكلام ده لما طلعوا القمر وبعد كده بتابع انا بقى من زمان من وانا صغير بتابع طبعا متابع في بلد زي مصر المعلومات فيها ما بتبقاش متوفره زي بلاد بره فسبعينات السبعينات لحد اخر التمانينات لما سبت مصر كنت لسه محدود ولامتد لكن بعد ما خرجت من مصر العمليه كبرت معايا جدا جدا لأن المعلومات بقت قدامي بكل سهوله فانا بدات احصل على المعلومات اللي انا عايزها وفي نفس الوقت برضو مصر استفدت فيها برضو بحاجه في موضوع علم الفلك ان انا درست علم الفلك كماده وبدرسها في الهندسه المدنيه في كليه الهندسه بجامعه عين شمس قعدت فيها ثلاث سنين بدرسها ما كانتش سهله عليا لكن لانك لازم تتخيل الحاجات في الفضاء في ثلاث أبعاد أوكي مش في بعدين في هندسة مستوية وفي هندسة فراغية وفي هندسة وصفية في ثلاث أنواع من الهندسة أوكي فالفضاء لازم تعرف كل الثلاثة في وقت واحد اوكي يعني عشان تقدر تفهم علم الفضاء كويس وازاي الكواكب بتلف وازاي النجوم وايه علاقتها ببعض و... معلومات كتير جدا بالهبل وطبعا كل المعلومات دي تساوي صفر قدام حجم الكون اوكي لان البني ادم رؤيته بالعين المجرده العين المجرده بيقدر يشوف بس في السماء لحد بعد خمسمائة سنه ضوئيه 500 سنه ضوئيه يعني انت ممكن دلوقتي لو انت طلعت بره وبصيت على الفضاء وشفت نجمه كده بعيده قوي وقليله جدا دي ممكن تكون اقصى حاجه على بعد خمسمائة سنه ضوئيه السنه الضوئيه ليه بنستخدمها او ليه بيستخدموها في علم الفضاء لان المسافات ضخمه جدا مش هينفع نستخدم الكيل... الكيلومتر ونقول مثلا 2000 3 4000 5000 هنضطر نقول رقم مهول المنظر ما صعب القرايه يعني انت عندك متهيألي واحد وجنبيه 100 صفر ده اسمه جوجل رقمه بالانجليزي اسمه جوجل 51 اللي جنبيه 100 صفر عندك انت واحد وجنبيه صفر ده 10 واحد جنبيه صفرين دي 100 واحد جنبيه ثلاث اصفار دي 1000 دي معروف الكلام ده 1000 كيلو نقدر نقوله محسوس فاهم واحد جنبيه اربع اصفار 10000 وهلم واحد جنبيه مثلا ست اصفار ده يبقى مليون واحد جنبيه تسعة اصفار ده هيبقى بليون كده احنا بدانا نوصل لارقام بقى ايه مش عارفينها قوي ناس كثيره ما يعرفهاش واحد وجنبيه 12 صفر ده تريليون بعد كده بقى واحد وجنبيه 15 صفر انا انا ما اعرفش حتى الرقم كام واحد جنبي 15 صفر انا كمهندس مدني وغاوي الحاجات دي ما اعرفش حتى الرقم ده كام اوكي ف... فتخيل انت بقى مش بس الرقم ده واحد وجنبيه 15 صفر ده انت واحد ممكن وجنبيه 50 صفر هنقدر وبتال... حت... نقول الارقام دي ازاي او حتى نكتبها ازاي هتاخد مساحه كبيره عشان نكتبها في كتاب لو واحد بيشرح حاجه فهم جم بال... بال... بالسنه الضوئيه اوكي ك كيونت كوحده لقياس المسافات في الفضاء نتيجه ان الفضاء واسع جدا 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 وشكله عمال يوسع ويوسع ويوسع لانه شايفينه بيتمدد ده هما اللي العلم وصل وتاكد منه لحد دلوقتي ان المسافات وفي افلام تانية هقول لكم ازاي عرفوا الكلام ده وهوريكم الامثله والادله اوكي هما اكتشفوا ان المجرات عماله تبعد من بعض المجره الواحده ثابته يعني احنا في مجرتنا هنا في دار تبانه كل النجوم اللي فيها حوالي 200 بليون نجم ولا أو حاجه اوكي والمجره عرضها بس عرضها 200 الف سنه ضوئيه ده العرض بتاعها العرض بتاعها القطر سوري والسمك بتاعها 2 سنه ضوئيه ده السمك كانت دايره كده القطر بتاعها 200 ألف سنة ضوئية يعني ضخم رقم مهول المنظر 200 ألف سنة ضوئية فايه الضوئية دي؟ السنة الضوئية دي المسافة اللي هيقطعها الضوء بسرعة الضوء لمدة سنة فاحسبوها كده هتطلع تقريباً 9.5 تريليون كيلو متر 9 تقريباً هي أقل من 9.5 ونص يعني 9 و400 مش مثلاً 9.5 وحط جنبيها إيه؟ كمان 10 اصفار فهي هتطلع بالظبط تسعة ونص تقريبا اوكي تسعة ونص تريليون كيلو متر تخيلوا بقى دي مسافة بسيطة جدا في الفضاء فعايزين احنا اكتر من دي مليون مرة ممكن فهنقول الرقم ازاي هيبقى صعب جدا اوكي فيبقى احنا دلوقتي بدل ما نقول تسعة ونص تريليون كيلو متر هنقول ايه بدلها سنة ضوئية مثلا لو كوكب على بعد تسعة ونص تريليون كيلو متر تريليون خلي بالكم أنا بضغط على التي عشان تسمعوها يبقى الكوكب ده على بعد سنة ضوئية واحدة أوكي بمعنى آخر إن لو أنت هتركب سفينة من الكوكب ده أو من الأرض عشان تروح لها أوكي وهتمشي بسرعة الضوء اللي هي 300 ألف كيلو متر في الثانية هتاخدك العمليه سنه اوكي عايز احسبها لكم بقى لو بطياره عاديه اوكي هتاخد العمليه قد ايه السنه الضوئيه دي اللي هي تسعة ونص تريليون كيلومتر هناخدها في قد ايه اوكي الكلام ده مهم لان انا عايزكم تفهموا لان اللي عايزكم تفهموا هقول لكم اللي عايزكم تفهموا بعد ما اديكوا المثل ده فخلوني ابدا الكالكوليتر ودي واحده احط النضاره بتاعتي بتاعت القرايه هي عشان نظري اوكي اوكي يبقى احنا قلنا التسعه ونص تريليون واحد اتنين التريليون في واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اوكي الرقم ده ادي مليون ست صفار وبعد كده الستة التانيين يبقى المليون يبقى مليون مليون اللي هو التريليون يبقى تسعة ونص هي تسعة أربعة ستة بس احنا ايه يعني ده هيبقى أربعة هنا وهيبقى في ستة هنا بس انا للتقريب وللتسهيل ده المسافة اللي هيقطعها الضوء في مدة سنة عايز اوريكم لو نركبنا ركبنا طيارة عادية هتاخد إيه وقت قد إيه عشان تعرفوا بس الحجم انا عايزكم تستوعبوا الحجم ممكن بني ادم يستوعب خمسة متر عشان احنا عارفينها وبنشوفها وكده لكن تسعة ونص تريليون كيلو متر هتبقى صعبة ان الوا... صعب الواحد يتخيلها اوكي فهنفترض ان الطيارة بتمشي بسرعة الف كيلومتر في الساعة رغم ان الت... يعني بتبقى با... طيارة سريعة كمان اللي, اللي سافر قبل كده على طيارات صغير لكبير لاكبر طيارة السرعة بتبدأ من تقريبا 500 كيلو لحد تقريبا كبيرها قوي ألف بعد كده بقى الطيارات الحربية وكده بسرعة الضوء أكتر من سرعة الصوت سوري 1200 وأنت طالع دي مالناش دعوة بيها. خلينا دلوقتي بس على الطيارة اللي هي الركاب العادية لو بتمشي بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة فيبقى دول 9.5 تريليون كيلومتر فنشيل منهم ثلاث أصفار نقسمهم على 1000 ويبقى ده بالظبط عدد الساعات اللي الطيارة هتاخدها لأنها بتعمل 1000 كيلومتر في الساعة فآدي الناتج أهو دلوقتي بقى 9 ونص بليون ما بقاش بقى تريليون لان شلنا منهم ال1000 كيلو متر في الساعه تسعة ونص بليون ساعه اوكي تعالوا بقى نقسم ال ونص بليون ساعه دول على 24 ساعه عشان نشوف يبقوا كام يوم رقم مهول المنظر 395 مي... وش... اولموست 396 يوم مليون 396 مليون يوم اوكي تعالوا نقسمها على 300 ستة وستين كمان مش خمسة وستين شوف كام سنة اتفضلوا مليون وواحد وثمانين الف خمسمائة وحداشر سنة تخيلوا عشان الطيارة توصل لإيه للنجم ده أحب أعرفكم إن أقرب نجم لينا أوكي أقرب نجم للشمس المسافة بينه وبين الشمس تقريبا أربعة ونص سنة ضوئية والنجم ده باين هتقدروا تشوفوه بالعين المجردة كمان اوكي واللي انا قلت لكم البني ادم يقدر يشوف بالعين المجرده لحد 500 سنه ضوئيه حوالين الشمس اوكي 500 سنه ضوئيه دلوقتي الكون كله اللي قادرين يسول لحد دلوقتي اللي قادرين يسول لانه ممكن يبقى اكبر من كده هم بس قادرين يشوفوا ضوء لحد المسافه دي اوكي 13 او تقريبا 14 بليون سنه ضوئيه 14 بليون سنة ضوئية البني آدم بقى بيقدر يشوف بالعين المجردة بس 500 سنة ضوئية لاحظ الفرق المهول 14 بليون يعني في نجوم كتيرة بالهبل بالهبل تريليونات تريليونات البني آدم ما يقدرش يشوفها أوكي؟ طبعا بالعين المجرده لما هم حطوا تلسكوبات بقى فوق الارض عشان يقدروا يتغلبوا على الغلاف الجوي اللي بيمنع الضوء وبيقللوا وكده فلو حطوه فوق الغلاف الجوي يقدروا يشوفوا اكتر فممكن بالتلسكوبات دي قدروا يشوفوا لحد 13 بليون سنه ضوئيه اوكي بعد بالتلسكوب هابل وفي تلسكوب تاني نزلوه برضو لسه ما وصلش للدرجه اللي هي يعني بيعملوا فيه اوكي بيقدروا يشوفوا لحد 13 بليون سنه ضوئيه. اوكي الان الكلام ده مهم جدا عندي عشان في ناس اغبياء جدا عرب من الس مع العرب اللي هم دايما ايه بي... بيركبوا عربيه الواجن ورا اي اشعه كده طلعت ويمشي وراها. اشعه دي طالعه من زمان ان الارض مستويه مش كرويه. واللي طلع الإشاعة دي ويعودوا يستموتوا عشان يثبتوها ويعملوا أفلام على يوتيوب وكده وكله كلام أوانطة أحب أقول لكم كلام أوانطة 100% مش 99 وتسعة من عشرة في أقسم بالله العظيم 100% كلام أوانطة ده لا جدال فيه كمان يعني ده ما ينفعش يتقال ده ده مجرد رأي وده رأي لا ده ده كلام أوانطة 100% أوكي إن دول بدأوا من الناس زمان قبل الإسلام حتى لما التعليم اللي هم القساوسه وكده بيدافعوا عن الدين المسيحي لان في الانجيل مفهوم منه ان الارض مستويه فلما بدات تظهر ان الارض كرويه قالوا لك دي ناس مش عارف ايه واتهموهم بالكفر والزندقه ونفس ايه اللي بتحصل دلوقتي في حاجات تانية مع دين الاسلام اوكي ف الموضوع ده من قبل حتى الاسلام موجودين الناس دول طبعا الكنيسه حربتهم جامد في الاول وممكن آه زي جاليليو مثلا عملوا معاه حاجات وكان يعني بهدلوا ناس كتير وفي ناس قتلوهم كمان اوكي عشان مجرد قالوا ان الارض كرويه مش مستويه الخلاصه ان بعد ما الحريات بقى قامت الثوره على الكنيسه في العصر الاوروبي بقى الحديث والكلام ده كل الكلام ده موجود فبداوا ينشروه بقى وبداوا يحاولوا يدوا ماده علميه عشان يقدروا يقنعوا ناس اكتر واكتر واكتر وكله مبني بس على اساس وحيد ان هم يدافعوا وما بيقولوش كده طبعا على ان الانجيل قال ان الارض افقيه انا لا اصدق ان الانجيل او التوراه قالت ان الارض افقيه ممكن هم فهموها كده لكن اوكي زي ما ناس ثانية فاهمة فاهمه القران ان القران قال ان الارض مستويه فخلوا بالكم انا لا اتهم الانجيل او التوراه ان هم قالوا ان الارض مستويه انا بقول ان الناس فهمتها كده غلط ان هو قالت كده زي ما ناس تانية برضو فهمت ان القران قال ان الارض مستويه اوكي الان بعد ما الموضوع ده بقى في الحريات اللي ظهرت بقى والعلم بقى والسنين الاخيره والافلام بقى وكده فبدا الموضوع ينتشر بسرعه جامده جدا 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 وتلاقي ناس غبيه طلعت طيار ومش طيار ويقول لك انا عامل ايه وعامل تجارب اوانتا وكل اوانتا فهنا لازم العلم ينتصر دي ما بقى فيها ايه بقى راي ورأي لازم دي حتى غير الايمان والكفر كمان يعني الايمان والكفر ده راي ورايك هعتبره راي ورايك على فكره لكن في العلم دي ما راي ورايك اوكي لو انت هترفض العلم الصحيح وتحاول تلف وترقص وتغني وتطبل حواليه لازم تتدرب بالجزمه القديمه اوكي مش لدرجه ان احنا نعدمك او حاجه زي ما الكنيسه كانت بتعمل لا هنفضحك بس ده اللي المفروض نعمله اوكي جزء برضو من اللي بيعتمد عليه المجرمين دول انا بسميهم مجرمين لان هم بيجرموا في حق البشريه باجهالها ان هم بيجهلوها وبيقدموا وبي... وبي... الجهل على انه هو ده العلم اوكي ال... الجزء من الخطه بتاعتهم ان هم يسوقوا سمعه ناسا ان ناسا دي نصابين ولاد مره وسخه وما راحوش القمر وكل الافلام والاوانتا دي اوكي طبعا في حاجه مهمه جدا هم ما يعرفوهاش عن الناس لان هم جهله هم هم ناس جهله هم فاكرين الناس هي اللي عملت حسابات القمر والحساب ناس ما عملتش ولا حاجه من الحاجات دي كلها كل الحسابات بتاعه القمر والكواكب كل ده محسوبه من زمان من قبل ناس ده حتى انا حساباتي بتاعه القمر اللي انا زودت على حسابات اصلا موجوده وانا في الاول كنت كاتبها انها تبع ناسا لكن هي مش تبع ناسا ووضحت لكم بعد كده قلت لكم ده واحد اسمه بريد بوزنياك عالم فلك معروف جدا من زمان وناس استخدمت حساباته يعني ناس استخدمت حسابات ناس تانية ملهاش دعوة بدين ام ناسا خالص عشان يروحوا للقمر خلوا بالكم اوكي فناسا مجرد بعد كده اكتشفت حاجات بعد ما راحت هناك وهنا وسافرت هنا وهنا وهنا ورجعوا قالوا الحاجات دي اوكي فهم جزء من خطتهم ان هم يدمروا سمعه ناسا اوكي طبعا ناسا هم هم بس بيقولوا ناسا عشان ناسا هي اكتر واحده ناجحه في كل شرق الفضاء لكن ده احنا عندنا فضاء في في الهند مؤسسه فضاء في الهند عندنا مؤسسه فضاء في روسيا عندنا مؤسسه فضاء في اوروبا اوكي البلاد الاوروبيه مجتمعين في مؤسسه فضاء وعندنا الصين كمان فيها مؤسسه فضاء دول دول بيتنافسوا مع ناسا مش مثلا حبايب عشان يعملوا مؤامره فلو ناسا فعلا نصابه كانوا كل دول فضحوهم المشكله برضو بالنسبه للمجرمين دول ان هم كل 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 مؤسسات الفضاء اللي في البلاد المختلفه دي كلهم بيتبعوا نفس العلم ونفس الطرق بالظبط في اطلاق محطات الفضاء اللي بتلف حوالين الارض او الصواريخ او الاقمار الصناعيه نفس التكنولوجيا اللي هي مبنيه على ان كل المجرات تقريبا كرويه وبتلف في مدارات حوالين اجسام تانية وبتلف برضو حوالين نفسها اوكي ده علم ثابت محدش يقدر يبمبك فيه اوكي فالقصة هنا ان معظم الحسابات بتاعت الحاجات دي معروفة من قبل ناسا ناسا بس قدرت تجيب فلوس وتبني صواريخ وتستخدم الحسابات دي وتروح تشوف الكلام ده ده مجرد اللي ناسا عملته فلو كانت ناسا غلط في اي حاجة كانت اتفضحت في دي حب بجلاجل ابسلولي بجلاجل اوكي فده جزء مهم قوي لازم تفهموه ان معظم الحسابات القمر والمجرات واكتر الحاجات دي كلها دي كلها محسوبه بحسابات تانية ناسا يعني مجرد يعني انا ممكن دلوقتي انا راجل عالم اوكي مثلا هنفترض أنا, انا بلد واحد معايا فلوس وعايز اعمل منظار احطه في الفضاء اوكي ما عنديش انا مركبه فضاء عشان تعمل لي كده ناسا هروح اجر ناسا وادفع لها كم مليون ولا ناسا ممكن تحطولي لي عملوها في الاعمار الصناعيه العربيه استخدموا صواريخ تانية عشان تحط القمر الصناعي العربي في المدار بتاعه فالحاجات دي كلها معروفه من كذا منظمه مختلفه آه الاف المنظمات في البلاد وحوالين العالم فالناس دي ابسولوتلي جزم وده الحل الوحيد بتاعهم ان هم ضرب الجزم على طول وفي طبعا مش ضرب الجزم فيزيكيا يعني قصدي ضرب الجزم الاحتقار طبعا وان احنا نفضحهم فاوكي فجزء بقى من السوفت وير ده ان انا عايز اوريكم ان احنا هيبقى عندنا الحريه ان احنا نسافر في الكون ده كله طبعا النجوم اللي موجوده والكواكب دي كلها اللي هم قادرين يعرفوها اللي قادرين يعرفوها عن طريق التكنولوجيا اللي وصلوا لها لكن في حاجات كتيره برضه ما يعرفوهاش اوكي هتلاقوا ان كل المجرات في كل حاجه كرويه يعني حتى النواه في جسمنا في جسمنا احنا النواه والالكترونات والذرات كلها كور زي حاجات مدوره بتلف حول يعني حاجه ثابته في, في نظام الخلق بتاع الخلق الكون وخلقنا كلنا هتلاحظوا ان النظام ثابت في كل حاجه يعني اه مخلوقات مختلفه كلها لكن كلها مبنيه على حاجه واحده كور بتلف حوالين كور تانية او اجسام بتلف حوالين اجسام تانية وطبعا كل الاجسام يعني ممكن 99.9 منها دا دائريه الا بقى لو كانت زي مذنب ليه ديل رغم ان راسه دائريه ليه ديل نتيجه الحراره او نيزك لسه بيتكون وهيبقى كوره بعد كده اوكي اند سو اون فده اللي انا عايز اوريه لكم في الـ في الـ في الـ من السوفت وير دي وهعمل لكم منها افلام بالهبل بالهبل اقدر اطلع منها افلام بالهبل في طريقتين ان انا اقدر اسجل منها الافلام السوفت وير نفسها بتسمح لك ان هي تسجل بنفسها الفيلم او ان انا اسجل لكم الشاشه واقعد اشرح لكم وانا بسجل لكم الشاشه فده اللي انا هعمله معاكم في الاول مش هكلمكم كتير قوي في السوفت وير المره دي فانا مجرد عايز اوريكم حاجه واحده ان احنا هنبدا من كوكب معين معروف لينا سواء كان ممكن نقول أكتر حاجة لينا الكرة الأرضية أو القمر مثلا أو أي كوكب في المجموعة الشمسية وهنركب سفينة الفضاء بتاعتنا اللي احنا هنقدر نمشي بيها بأكتر من سرعة الضوء ملايين المرات محتاجين احنا كده عشان نقدر نسافر في الكون صدقوني محتاجين كده دي مش مش خدعة سرعة الضوء لوحديها مش كفاية في كواكب انا بقول لك 13 بليون سنه ضوئيه يعني لازم نقعد 13 بليون سنه عشان نوصل لها ولو ده لو ماشيين بسرعه الضوء كمان طبعا ما ينفعش اوكي سرعه الضوء بتوصل لنا من الشمس لعندنا عندنا 8 دقائق ونص تقريبا عبال ما ضوء الشمس يعني احنا اللي انت بتشوفها الشمس دي مش صورتها الحقانيه يعني دي صورتها من 8 دقائق ونص لان الضوء خد 8 دقائق ونص عبال ما يوصل لنا اوكي فانت عشان تركب بس... سفينه بسرعه الضوء وعايز توصل للشمس اللي هي على بعد 150 مليون كيلو متر حاجه بسيطه كده يعني ب... بنظام الفرسخ الكوني اوكي هتاخدك 8 دقائق ونص بسرعه الضوء طبعا بطياره عاديه دي هتاخدك برده لسه بلاوي سودا ممكن مثلا 50 سنه ولا حاجه ولا 200 سنه ولا حاجه اوكي فانا النهارده في السوفت وير النهارده عايز اوريكم بس هنبدا بال... بالمجره بتاعتنا وهنبدا من الكوكب ده وهنركب سفينه الفضاء وهقعد ازود في السرعه ونبعد ونبعد كل النجوم اللي انتم حتشوفوها في السوفت وير دي كل نقطه نجم او كوكب او اي مجرات اجسام تانيه في الفضاء لان في اجسام تانيه كتير مختلفه غير النجم والكوكب اوكي دي حقانيه وموقعها حقيقي اللي هما كلها ب... انا دخلت وشفت الفاز وشفت الداتا وشفت كل حاجه مية مية بصراحه يعني فمحدش يقدر تديسبيت الكلام ده وما كانوش قد... اصلا يقدروا يعملوا البرنامج زي ده الا لو كانت الداتا دي فعلا حقانية مش واحد او انت بقى عامل فيلم زي ناسا او زي الح... الناس اللي هم حسبوا قبل ناسا أو... وقعدوا بقى يقولوا لك حطوا اي حاجه في اي حته لا ما ينفعش الكلام ده خالص بالمره كل حاجه محسوبه محسوب النجوم امتى ومحسوب عمر الارض قد ايه دلوقتي 4 4 4 بليون نص سنه ومحسوب الشمس عمرها قد ايه دلوقتي برضو أربعة ونص بليون سنه والشمس قدامها أربعة ونص بليون سنه لحد ما هتنفجر وتتحول لثقب اسود مثلا ممكن يعني كل حاجه خلاص بقى دلوقتي عارفينها طبعا اكتر حاجه عارفينها كل ما الحاجات تبقى اقرب لينا الكواكب عارفينها اكتر كل ما تبعد يعرفوا اقل ان سو ان سو اون فده اللي هنعمله هنقعد هنركب سفينه الفضاء ونبعد تماما من المجره لحد ما هتبقى نقطة بسيطة بس كأنها بين نقطة في كأنها نجمة هتبان كأنها نجمة أنت للأسف إن أنت بالعين المجردة مفيش أي مجرات تشوفها بالعين المجردة لازم بالتلسكوب لو جبت بقى التلسكوب وبصيت هتلاقي المجرات البعيدة جدا باينة كأنها نقطة فتخيل المسافة اللي أنت بعيد قد إيه عنها إذا كانت عرض المجرة دي زي ما قلت لكم زي مجراتنا 200 ألف سنة ضوئية 200000 يعني ونص تريليون كيلومتر واضربهم في 200000 9.5 تريليون كيلومتر واضربهم في في الف. اوكي فهوريكم دلوقتي السوفت انا حاسس الفيلم فيلم هيطول بس انا خلاص كده قربنا نخلص اوكي احنا دلوقتي عند الكره الارضيه آه آه خلوني ان انا اشيل اللي هو الجزء ده اللي باين ده عشان آه يبقى العمليه وممكن برضو الغي يبقى العملية بس الكرة الأرضية اللي باينة قدامنا وممكن نحط عليها علامة حمراء على أساس إنها نبقى عارفين مكانها لأنها لما هتصغر مش هتبقى باينة أوكي وهبدأ دلوقتي هوريكم الأول البتاع عشان تشوفوا السرعة إحنا دلوقتي على بعد 31000 كيلو تقريبا 32000 كيلو من الكرة الأرضية أوكي وهسافر انا دلوقتي للكره الارضيه بص تحت هنا سرعتي انا واقف انا مش بتحرك دلوقتي واقف على بعد 32000 كيلو من الكره الارضيه الكره الارضيه الوقت ماشي ريل تايم هنا الوقت اهو يوم النهارده في الوقت ده كل الكلام ده ممكن نزود الوقت عادي اهو لو زودت الوقت خليته دلوقتي 100 مره فاست لا الارض بدات تلف وبدانا نشوفها لاحظ النقطه البيضاء اللي ماشيه كده دي اللي هتيجي بعد شويه بص النقطه دي دي محطه فضاء اللي هي الانترناشنال سبيس ستيشن عماله تلف سنة عشان نزود الوقت بتاخد ساعتين تقريبا واحده بس بتلف الناحيه الثانيه اهي في واحده برده في حاجه حاطينها اهي بتلف كده وفي حاجه حاطاها اهي بظهرت اهي بتلف هنا كده اوكي عشان اعملها 1000 مره دلوقتي اوكي فتخيل انت الساعتين هتقسمهم على 1000 هتشوفها كانهم ثانيه واحده ولا ثانيتين اوكي عمال يلف اوكي جميل جدا ممكن برضه باين الغلاف الجوي لاحظي والغي الغلاف الجوي الغلاف الجوي باين بس خلينا من غير الغلاف الجوي احسن اوكي فانا دلوقتي خلي الكره الارضيه كانها تلف كده يبقى يعني احنا زودنا الوقت كانه الف مره صارية سرعتي انا بقى في مركبه الفضاء اللي انا واقف فيها 0 متر بير سكند هبدا ازودها دلوقتي بعد دلوقتي بص عمال ازودها تحت اوكي بقت سرعتي دلوقتي 35 كيلو متر في الثانيه ده رقم مهول خلي بالكم لحظه الارض عماله تقرب مننا لان انا عمال اقرب فيها لحظه المسافه هنا عماله تقل انا عايز ابعد عنها مش عايز اقرب منها بس قبل ما اعمل كده هوقف الوق... السرعه تاني للصفر وقفتها فالارض وقفت هي على بعد 26000 كيلو هلف الارض شويه عايز اجيب المجره اهي المجره بدات تبان تعالوا نجيب اهي المجره اللي هي الدراع اللي احنا اللي الكره الارضيه فيه ده الدراع اللي الكره الارضيه فيه تلاحظوا ازاي السوفت مبينة الجزء الضلمه، بصوا الانوار باينه ولما بتيجي دي هتقوم عامله قلب الانوار، اوكي؟ دي المجره، اوكي؟ لما نبعد شويه عن الكره الارضيه، اوكي؟ انا انا مش ببعد انا بغير زاويه الرؤيه، انا مسافتي لسه 26، بغير بس زاويه الرؤيه، اوكي؟ لاحظوا هنا ازود لكم بقى المجره، اوكي؟ اقصى حاجه كده المجره، لايت جيم، اوكي؟ ده دراع المجره اللي هي الكره الارضيه فيه ما اعرفش ده ممكن يبقى القمر ده على فكره اللي هنا ده ده ممكن يبقى القمر اه القمر على فكره تخيلوا ده القمر باين اهو وادي الكره الارضيه خلينا احنا في الكره الارضيه نختارها ارجع زاويه الرؤيه تاني اوكي عشان وتلاحظ هنا المجره باينه هي الدراع بتاعها دلوقتي هبدا اسافر بقى وازود السرعه ونبعد عن الارض تماما اوكي فهزود السرعه تاني بقت تحت عماله تزيد اهي بص تحت هنا سبيد اوكي الارض عماله تقرب بعكس السرعه بدات ابعد عن الارض سرعتي دلوقتي ستة من عشرة سرعة الضوء يعني انا ماشي دلوقتي بستة من الف بسرعة الضوء هزود السرعة دلوقتي لسرعة الضوء لاحظ ده كوكب تاني عمال يبعد لاحظ المجرة ثابتة لكن بص الكواكب اللي هي بص عمالة تيجي وابعد عنها اوكي والنقطة هي باينة انا هخلي النقطة حمراء مش هغيرها بلاقي كواكب تانية ممكن الف العملية عشان تشوفه، احرك يمين وشمال، لكن انا مجال سرعتي انا ماشي دلوقتي بسرعه بعمل مسافه المسافه ثلاث مرات المسافه بين الارض والشمس في ثانيه 3 اي يو بير سكند تقريبا، طبعا دي سرعه بطيئه جدا، انا هناخد وقت طويل فهزود السرعه اكتر. اوكي؟ عمال ابعد دلوقتي سرعتي بقت 11 سنه ضوئيه في الثانيه تخيلوا بص بقى النجوم عماله تجري وعماله بقت انا راكب سفينه فضاء وببعد عن الارض اللي انا عاملينها بنقطه حمراء زي ما انا عايز اوريكم موقع الارض والمجموعه الشمسيه في الاخر في وسط المجره لاحظوا كل النجوم دي كل النجوم اللي انت شايفينها عماله تبعد دي دي نجوم حقانيه بص المسافه بيني وبين الارض دلوقتي بقت 200 و 300 سنة ضوئية بيني وبين الأرض يعني 300 سنة ضوئية دلوقتي إحنا على بعد، دراع المجرة عمال يبان أكتر وأكتر أهو زي ما انتم شايفين، أوكي؟ عمالين نبعد دي مجرة تانية على فكرة دي كلها مجرة تانية بس بعيدة جدا، يعني لدرجة إن حتى المسافة بينها وبين مجرتنا مش باينه انها بتتاثر بص النجوم الكبيره دي كل النجوم تلاحظ في نجوم حمراء ونجوم زرقاء دي طبقا الوانها كده فعلا ونجوم بيضه بص ده احمر شويه بص النجم عدى صاروخ بص انا عمال ابعد دلوقتي طبعا المسافه دي مش كفايه السرعه دي مش كفايه هتاخدنا وقت تخيلوا انا يعني 200000 انا دلوقتي ب 11 بس يعني هزود السرعه عشان ابص النجوم بدات دلوقتي سرعتي بقت 43 سنه ضوئيه في الثانيه كاني بمشي 43 سنه ضوئيه في الثانيه يعني 43 في 900 في 9.5 تريليون كيلو متر في الثانيه تخيلوا ولسه المجره لاحظوا لسه زي ما هي حتى مش مش ما صغرتش حتى احنا دلوقتي على بعد الرقم بقى مهول بقى دلوقتي الكيلو الف سنة أو اكتر من الافات السنة الضوئية ما اعرفش الرقم فوق قد ايه الكيلو فر... الفرسخ كيلو فرسخ الفرسخ اللي هو بيسموه الفرسخ الفلكي اسمه بارسك بالانجليزي أوكي طبعا السرعة دي برضو 43 سنة ضوئية مش كفاية فهزودها كمان اكتر فدلوقتي بقت سرعتي و264 سنة ضوئية في الثانية تخيل بص النجوم بدأت تقل شوية اوكي ممكن نزودها أكتر بص عمالين نبعد دلوقتي سرعتي 445 سنة ضوئية اوكي عمالين نبعد 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 اوكي 1060 دلوقتي زودت السرعة ل 1060 سنة ضوئية والمسافة بقت بعيدة جدا عن الأرض دلوقتي المجرة بدأت تظهر شوية أما, لف... أما نلفها عشان نشوف وهي بتيجي عشان نقدر نشوفها بس كده المجره بقت كبيره خالص تمام السنتر عشان نجيب العمليه في السنتر ونزود السرعه اكتر اوكي زودت السرعه اكتر المجره بدات تظهر بص بقى زي ما قلت لكم سبحان الله ربنا حطتنا في حته انا هوقف طبعا لما نوصل في نقطه معينه اوكي انا قلبت المجره دلوقتي اوكي تمام هنجيبها بس شوية كمان نزود السرعة أكتر كمان دلوقتي سرعتي بقت 4000 سنة ضوئية في السنة بص تحت هنا 4000 سنة ضوئية في السنة أوكي نوقف بقى هنا مرة واحدة إيه فرامل دوست فرامل بقت سرعتي صفر أوكي تاني والنقطة الحمراء أهي عايز أجيب لكم المجرة بالعرض شوية عشان تشوفوها نعكس الزاوية أوكي لاحظوا هنا في المناطق دي كلها نشاطات وبلاوي سوداء و... افلام يعني في المناطق دي وانفجارات وبلاوي سوداء، لاحظ ازاي احنا في منطقه هاديه جدا زي الصوره اللي نشرتها لكم قبل كده، اوكي؟ وتعالوا ناخد صوره على طول في الوضع اللي احنا فيه ده، اوكي؟ ما قدرتش اخد الصوره يا شباب اف 10 وقفتني التسجيل فرحت طبعا اتاري اف 10 عشان انا بسجل في نفس الوقت الشاشه، فاف 10 ده كانت الشورت كات ان انا اخد الصوره، اوكي؟ فمش هينفع. بزي ما زي ما قلتلكوا لكم بص احنا في حته هاديه فعلا المسا... النجوم هنا في المجره دي كلها دي كده ألف سنه ضوئيه العرض ده احنا جاي نبص عليه ألف سنه ضوئيه اوكي والسمك السمك بتاعها بقى لو قلبتها كده السمك اللي هو ده اللي انتوا باصين عليه دلوقتي كده ده السمك ده دي المجره الثانيه تخيلوا بص بقت صغيره ازاي السمك ده 2 سنه ضوئيه السمك اللي انتم شايفينه ده يعني سنتين سنه ضوئية يعني تسعة ونص تريليون كيلومتر في اتنين اضربها في اتنين اوكي نرجع تاني بقى المجره للوضع اللي هي كانت فيها انا كده قلبتها الناحيه الثانيه ممكن اقلبها في اي ناحيه خلينا كده الوضع ده نجيبها تحت شويه اوكي نجيبها كده كده اهي اكتر اوكي يبقى احنا كده على بعد 32 كيلو فرسخ فلكي مع ده رقم مهول طبعا وشايفين كل المجرة عرضها النجوم هنا بقى ما بتبعدش عن بعض لكن المجرات نفسها بتبعد عن بعض وإن لموسعون يعني لو هنفترض ان ده بيقصد بيه كده اوكي المسافه دي ما بين المجره دي ومجرتنا بيبعدوا عن بعض اوكي لكن جوه المجره نفسها كل طبعا معظم الاجرام السماويه هنا كلها دوائر كور اوكي انكلودنج الشمس والارض والقمر والكواكب كلها اوكي okay? مش فاهم انا المجانين دول ليه معنى الارض هتبقى مستويه وسط كل الكلام ده اوكي okay? لاحظ النجوم اللي ظهرت هنا دي كل النجوم دي شايفينها عماله تيجي لما بحرك الزاويه كل دي نجوم معروفه اوكي okay? اوكي okay. فدلوقتي اللي انا عايز اعمله عايزين نبعد نفضل نبعد عن المجرة لحد ما تبين انها نقطة واحدة بس انا بدل ما اعملها كده انا عايز ابينها بالعرض كده بالسكن ده بتاعها كده عشان لما نرجع للمجرة تاني هنسافر لها تاني يبقى داخلين وسط النجوم فاهم هنقدر نشوفها بكل سهولة اوكي فهنبدأ نبعد تاني هبدأ ازود السرعة تاني اوكي السرعة لسه هي بص المسافة فوق مش راضية تتغير لأن لسه سرعتي واطية سرعتي دلوقتي وصلت لسه ما وصلتش سرعة الضوء وصلت سرعة الضوء خلاص ميتين خمسة خمس خمس سنوات سرعة بص بص بص, بص دلوقتي عمالة تصغر 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 المجرة اوكي لحد ما بقت بص المجرة التانية بيقربوا من بعض ازاي لحد هوقفها بص فيها مجرات تانية عم بدأوا يقربوا بص سبحان الله اوكي؟ هوقف كده ونقف على كده. اوكي؟ يبقى دلوقتي مجره زي دي باينه كانها نقطه بالظبط، المسافه بتاعتنا اتنين تق ونص تقريبا ميجا ميجا فرسخ فلكي. روحوا انتوا دوروا على الفرسخ الفلكي وشوفوا هتلاقوا ان الفرسخ الفلكي آه الفرسخ الفلكي تقريبا آه تقريبا أربعة وستة من عشرة سنة ضوئية مش يعني تقريبا أربعة وستة من عشرة سنة ضوئية مش فاكر بالظبط فيبقى 2.5 مليون اضرب بقى أربعة وستة من عشرة سنة ضوئية واضربها في 2.5 مليون لأن دي ميجا فرسخ يبقى احنا دي المسافة اللي احنا على بعد فيها المجرة دلوقتي عشان نقدر نشوفها اوكي فأنا دلوقتي هبدأ أسافر بقى للمجرة ونرجع تاني اوكي ليها ونشوف ايه اللي هيحصل بسرعة الضوء يبقى ده نهاية الفيلم اوكي؟ هبدأ أزود السرعة تاني، اوكي؟ المفروض النجوم دي نبدأ، هي بتبعد، هي بدأت تبعد أهي، عشان عمالين نقرب دلوقتي، مش نجوم على فكرة، دي مجرات، بس باينة كأنها نقطة، ممكن ممكن نروح لها، زودت السرعة دلوقتي، تلات تلقاء. يا نهار اسود عديت بدرجة جامدة جدا ستوب لان انا ماشي بسرعة جامدة جدا فعديتها بصاروخ اسود اوكي مش انا فضلت ماسك الزرار اللي بيزود السرعة كأنك بتلعب كمبيوتر جيم خلينا كده في حدود ميتين سنة ضوئية ممكن اه اربعة الاف كتير كده معقول اه كده معقول. اوه اوه انا بعكس بص عمال اعكس بص بقرب بسرعه قوي عمال اعكس أنا اما اقرب هقفلها. وقفت. عدت مني اقول لكم اسهل طريقه اقول لكم اسهل طريقه هدوس اتش كده اخترت الشمس واقول جو هتقوم على طول رايحالي للشمس بص جابتها بانج صواريخ رحت للشمس تاني، من هنا أقدر أروح على طول ل... لعطارد أهو ممكن ألغي العلامات الحمراء بس خليها عشان تشوفوها ده عطارد ومن هنا ممكن أنط على طول بسرعة ل... للز... للزهرة أنا اعرفش اسمه كوكب الزهرة بص المجرة بانت أهي آدي كوكب الزهرة ممكن أغير أجيب لونه اللي هو alternate surface اللي هو بالالوان اوكي وممكن من هنا انط على طول للارض وممكن لسه بتلف بالسرعه اللي هي ال1000 اللي عملتها بص لسه في عندنا واحد ابريل على فكره الوقت الوقت دلوقتي بقى واحد ابريل اوكي وممكن بعد كده اروح للمريخ ممكن اختار الصوره برضو الثانيه اللي نزلتها اهي بص القمر بتاعه عمال يلف حواليه دلوقتي بص لاحظ المنظر القمرين بيلفوا حواليه اوكي اوكي بعد كده اروح بعد المريخ هيبقى الى اللي هو المشترى انا رحت للي بعده ساترن مش اشكال نروح على طول المشترى <applause> المشترى كوكب بيبص للاقمار بتاعته لو بعدت عنه وغيرت الزاويه بصينا عليه من فوق هوريكم منظر غريب أو احنا كده بنبص على المشترى من فوق هنرجع ننزل تحت بص الاقمار بتاعته بص كل دي الاقمار بتاعته زود السرعه اكتر بص عمالين يلفوا حواليه ازاي لاحظوا الاقمار بتعماله تلف حوالين المشترى اوكي دي كلها بدقه متناهيه متناهية اوكي بعد كده قول هنروح للمشتري نروح للزحل برضو نفس الكلام عشان انا مزود السرعة زحل عنده أقمار كتير قوي عشان نتيجة الـ, الـ الحلقات بتاعته انا كده بينت الـ الـ نقلل السرعة شوية وتعالوا نبص عليه من فوق تعالوا نبعد عنه شوية بص بقى الاقمار بتاعته قد ايه نزود السرعة بقى تاني لحظه عنده في اعمار كتير قوي بتلف حوالي زودت السرعه قوي أو دلوقتي اوكي اوكي بعد كده بعد زحل نروح ليورانوس يورانوس مليان برضو تعالوا نقلل السرعه شويه شايفين الاعمار بتاعته تعالوا نقلبه على ام راس من فوق ونبعد عنه شويه بصوا اعمار دي في قمر ده كبير ازاي اللي بره ده لاحظ القمر اللي برده على نبعد كده اه ده في اعمار ثانيه بص عمالين يقربوا بص اعمار دي ده اعمار كبيره هنا لاحظ والقريبين حجمهم صغير يورانس في اعمار كتير اوكي بعد يورانس نروح للي هو نبتون يعني برضو نبتون شكله عنده فيه اعمار كتير تعالوا نبص عليها من هنا من فوق اوكي وبعد نبتون نروح ل لاخر واخر اتنين اللي هم بلوتو وشارون اوكي والصور اللي, اللي حطيتها دي الصور اللي خدوها فعلا دلوقتي اهم هنقرب شويه عشان جايبين الاثنين مع بعض يبقى دي شارون وبلوتو تعالوا نقلبهم كده اهم ده شارون ده شارون الكبير على فكره وده بلوتو لو اوكي لو اخترت ده اه uh, سوري ده بلوتو انا اسف وده شارون اوكي اللي بيلف تحت على نبعد تاني شويه اوكي اه بيلفوا حوالين بعض اتس لايك اتنين بلانت مع بعض ده ايه اللي بيلف هنا ده اعتقد ده حاجه تبعهم برضو تعالوا كده نقلل الوقت تماما عشان يقف واقدر اتابعه هو واضغط عليه شوف هيقول ايه ستكس ده ايه بقى تكس ده تعالوا نروح له جو نروح له ايه ستيكس ده اه ستكس ده ظاهر صخره بتلف حوالين بلوتو اكتشفوها لما بعتوا ال... الم... لما بعتوا اخر مركبه راحت من سنه تقريبا او اقل من سنه. اني anyway, انتوا دلوقتي شفت البوتنشال بتاع السوفت وير دي في بلاوي سودا هوريها لكم لسه ويعني مثلا هشرحها لكم بالتفصيل يعني مثلا يعني مثلا لو رحت للارض مثلا بسرعه وممكن للارض ابين فيها الخط ما بين الليل والنهار اوكي لو عملت بينتها كده عشان تشوفوها اوكي ورحت جيت كده قلت بريفرنس ماكس بينت شو تيرمينيتا ده بيوريني الخط بين الفرق بين الليل والنهار اوكي بالفرق بين الليل والنهار فممكن وادي القطب الشمالي وتحت القطب الجنوبي فهتقدروا تشوفوا ازاي الخط بيفرق مع البلاد ادي استراليا هنا ايه? إز... وده القطب الجنوبي على فكره هتلاحظ انه ساقع اكتر من القطب الشمالي اوكي بقى اني واي الحاجات دي كلها هشرحها لكم بالتفصيل وان شاء الله الافلام والحاجات دي تستفيدوا منها في حاجات كتيره قوي وان انتوا بنفسكم هتقدروا تردوا من ك... من كتر الادله اللي هوريها لكم ان آه على الناس دول المجرمين دول الكذابين الافاكين الافاقين اوكي اللي هم عاملين ينشروا الكذب وال والضلال ان الارض مستويه على النود دي على خير السلام عليكم <applause>